هلا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه الخامسه من برنامجكم بروجيكت ريفيو. في الحلقه ديال اليوم كما شفتوا من العنوان غادي نهضر على الاي بي جي سمول اكس اللي سميتها فينيكس. عطيونا واحد جيم كومونتير، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم. هذا ما كان، خلونا نبداو. اي بي فينيكس هي اول بروجي سولو ديال سمول اكس من بعد الفتره ديال شايفين هاد الاي بي اجي اللي كلها سولو وما فيها حتى فيتشرينغ، بحيث ان سمول اكس اختار باش يدوي شويه على الكود ديال اخر اللي ما تيعرفش البيبليك، وهضر لينا على بلانات بزاف اللي وقعوا ليه وكونوا الشخصيه ديالو اللي تنشوفوا اليوم. هاد الاي بي اجي خدموا فيها الاباشره ديال البروداكشن في المغرب اللي هما اكسيب، سفيان ازيد، يان اديس، واولجي، وكانوا دي بروديوسرز اخرين بحال كاستيل، دوك دينيرو، وتشيلاس. قبل ما نهضروا على التراكات غادي نهضر لكم على الارت وورك ونشرح لكم العنوان مزيان باش تفهموا الكونسيبت ديال الاي بي. اول حاجه نهضروا عليها هي الارت وورك اللي فاش تشوفها ما تعرفش خونا واش طايح ولا طاير. بالنسبه لي انا طاير، بحيث ان فاش تكون طاير تتعبر على الحريه وتكون متحرر من كاع القيود ديال الحياه، وهاد العباجيه اللي بوصل لنا سمول على انه ما كانش عنده واحد الحريه كامله فاش كان في الجروب، ودابا فاش ولا بوحدو غادي نحسو بديك الحريه في التراكات ديالو، بحيث ما غاديش يكون مربوط بحتى حاجه ويقدر يناقش اي لعبه ولا يغني على اي حاجه، وهذا الشيء هذا اللي غادي نشوفه في الايبي. حاجه اخرى في الارت وورك هو اللوان اللي تختاروا اللي هما البلاك اند وايت، اللي المعنى ديالهم هو التوازن، السلام والوضوح، وثلاثه اللعيبات هادو هما اللي كانوا خاصين سمول اكس. البيض والكحل واحد جوج لوان اللي متضادين، ولكن فاش تيتجمعوا تيخلقوا داك التباين اكثر من انه الا كان كل واحد بوحده. والتباين هنا هو اللي كاين ما بين الشخصيه ديال سمول وعبد الصمد، حيت ان فاش غادي يتجمعوا هاد الجوج هادو غادي يكون عندنا واحد التوازن، وغادي تكون عندنا واحد القوه، وهذا الشيء هذا اللي بيوصل لينا سمول اكس. بالنسبه للسميه فينيكس اللي هو طائر العنقاء اللي كاين في الميثولوجي غريك، الطائر هذا اللي كل مره تيجدد راسو تيعاود يحيى من الرماد، وانا سمول تيقول لينا بلي هذا البروجي هذا غادي يحيي سمول اكس اللي تنعرفو، وان هذه الاي بي اجي غادي تكون هي الانطلاقه ديالو لشي لعيبات الكبار ان شاء الله. اخر حاجه غادي نهضر عليها هو الخط باش مكتوبه فينيكس، اللي هو واحد الخط اللي سميتو جيك. هذا الخط هذا اغريقي، وفي العالم السينمائي ولا الفن بشكل عام الا خدمتي بشي خط اغريقي المعنى ديالها هو انه انت في طور التغيير، وداك الشيء اللي وقع سمول اكس، بحيث انه حاليا تيدوز من واحد المرحله الانتقاليه. هادو كانوا هما اللعيبات اللي فهمت من الارت وورك، وبغيت نعطي بيك شاراوت لمحمد بدر الشماوي، بحيث انه هو الدري اللي خدم الكافر. داك الشيء كان نقي وكل حاجه في بلاصتها، وتتفهم شحال من لعبه قبل ما تسمع الاي بي. نتمنى كاع الرابرز يخدموا مع دراري اللي فاهمين وعارفين اش تيديروا باش يوصلوا الكونسيبت ديال لي بروجي، وراه الكافر جزء من البروجي والاهميه ديالها كبيره. هاد الشيء اللي كاين، خليونا ندوزوا الاول تراك اللي هو تراك عالمي. عالمي اللي هو اول تراك في الاي بي، تراك اللي خدم ليه البرود هو كاستيل. سمول في التراك هذا قصر هارد كور بواحد الفلو اللي كان اغريسيف. بالنسبه لليركس تراك ما كانش طويل، وفيه فيرس واحد اللي هضر لينا فيه على انه يوقع اللي وقع سمول غادي يبقى واقف وما كاينه شي حاجه اللي غادي تهرسو، حيت غادي يشبه راسو بصدام اللي تاهو بقى واقف حتى لاخر دقيقه في حياته. وزاد قال باللي اللي في قلبه في لسانه وما تيخافش يقول الحقيقه. بالنسبه للبرود كانت مزيانه، والصوات اللي كانوا في الباك جراوند زادوا عطاو واحد اللمسة اللي اونيك. معليش، التراك اللي خدم ليه ازيد البرودو كانت سونتيمونتال. فهاد التراك هذا سمول اكس لعب فلوات واعرين، والطريقه كيفاش تيبدل بيناتهم الفرقعه ديال بصح. فهاد التراك هذا هضر لينا على الشباب ديالو اللي ضاع قدامه، وعطى نويطات باش يموتي في بنادم اللي تيتمسك ليه، بحيث قال انه خاص تستغل الوقت ديالك في اي حاجه اللي تقدر تنفعك، بحكم ان الوقت الى مشى ما تيرجعش. وفي الفيرس الثاني هضر على والديه وانه يقدر يدير اي حاجه على قبلهم. بالنسبه للبرود عجبني البريدج اللي كان ما بين الفيرس الاول والفيرس الثاني، واللي حط فيه ازيد واحد الجيتار الكتريك. التراك هذا كان عارف، بحيث ان ازيد وسمول مفاهمين بزاف بيناتهم في المزيكا، وازيد عارف مزيان سمول اكس اشبه من التراك هذا. التراك كان واعر بالجهد من كاع الجوايه. بومي تراك اللي نقدروا نقولوا عليه تيم، بحيث غنى على والديه وهضر على حياته كيفاش ولات من بعد ما تفارقوا، وهذا الشيء اللي خلى الشخصيه ديالو تكون هو باقي صغير. تراك كسر فيه سمول اكس مزيان، والكتابه في التراك هذا وصلتني كلمه بكلمه. بالنسبه للبرود ديال اكسيب كانت مزيانه وفيها ما يدار.
نيشان اللي كان في البرود هو يان تراك ميلانكوليك وتيبدا بواحد الجيتار اللي بقات حتى الاخر. بالنسبه للتراك هذا كان كله نصائح وفيه واحد الموتيفاسيون اللي بزاف، بحيث انه هضر على كيفاش تبقى مفيزي اي اوبجيكتيف في حياتك، وانه الا ما تعذبتيش وتكرفصتي وصبرتي ما عمرك غادي تحس بالحلاوه الحقيقيه ديال النجاح، وغادي يهضر على العباد اخرين. تراك كان واعر، عجبني بزاف الهوك اللي تقصر فيه الجيتار بواحد الطريقه مزيانه، وهذا الجيتار هادي اللي عطات واحد اللمسه زوينه للبرود وعطات لمسة زوينة للتراك، وحتى السمول اكس عرف كيفاش يقصر والفلوات باش لعب كانوا واعرين بالجهد. تالين تراك اللي تشارك في البروت ديالو اول جي ودوك دينيرو، تراك اللي كان مزيان من ناحيه الكتابه، وبالخصوص فاش قال الحياه وخراميه عليا الناس لاو شاداني، عندي ديما الدوبل ديال سوارتها في جيب الثاني. تراك الا كنا غادي نفهموا منه شي حاجه هو ان سمول واحد الانسان اللي عنده دي برانسيب وما عزيزش عليه الطريق سهله، والطريق سهله انا بغي يعني بها انه ما تيلحش بنادم باش يوصل لوبجيكتيف ديالو، وانما تيتقاتل لراسو وغادي يوصل واحد النهار. بالنسبه للفلوفات تراك هذا والتقصير كيفاش صار سمول اكس كان مزيان، وحتى البروتا هي اللي عجبتني وبالخصوص البارتي الاخرى. بالي التراك اللي تهضر لينا فيه سمول اكس على راحة البال، وان ما على بالوش بالبشر الا كان بينه وبين راسو ساتيسفي، وقال بلي سد على راسو ولا تيبان لبنادم اناني، بحيث هذا هو المجتمع ديالنا. بالنسبه للرفران فهاد التراك هذا ما شدنيش بحال التراكات الاخرين وتعاود شي ثلاثه المرات، ولكن هذا الشيء هذا ما تينقصش من القيمه ديال التراك، بحيث الكتابه كانت زوينه والفلو باش قصر كان مزيان، وحتى البرود كانت نقيه وسامبل. بريا اخر تراك في الاي بي، واديس هو اللي خدم البرود لهاد التراك هذا، بحيث ان في الفيرس الاول غادي يهضر على الطفوله ديالو، اما بالنسبه للرفران فهضر على الطريقه كيفاش تيفكر وانه تيقف داكشي اللي تيدير عمرو يفقد الامل في المزيكا، بحيث تيعيشها كل نهار وعارف انه غادي يوصل بها. بالنسبه للفيرس الثاني هضر على الشباب ديالو انه عمرو يكون سالاري ودوز بزاف ديال التجارب في حياته اللي استفد منهم. تراك عجبتني فيه لا فايب اللي كاينه، الكتابه في التراك هذا كانت واعرة، اما البرود فا مفرقعه بالجد. عجبوني لي زانستري لاتشين اللي اختار اديس اللي هما الماراكاس والكسيلوفان وقيلة، برود نقية وتراك واعر بالجد. بالنسبه للايجابيات، اول ايجابيه هو داكشي اللي بيوصل سمول من هاد الاي بي هادي وصلني، فهمت الشخصيه ديال سمول اكس وعرفت عبد الصمد اكثر. الايجابيه الثانيه هو التراكات كانوا فيهم بزاف ديال العيبات اللي مزيانين، مواضع مختلفه والفلوات باش لعب كانوا واعرين بجد. ثالث ايجابيه هو البرود كاملين واعرين، وكاع البروديوسرز اللي خدم معاهم كانوا نقيين، وكان اختيار مزيان انه يخدم مع هاد الدراري هادو. اخر ايجابيه هو بقى في داك الكونسيبت ديال الاي بي وما خرجش منه، وحتى التراكات تتحس بهم مرتبطين ببعضياتهم. اما بالنسبه للسلبيات فمنيتك بانت لك شي سلبيه، انا بعدا ما بانت لي حتى سلبيه وداكشي كان بيرفكت. احسن تراكات في هاد الاي بي اجي من وجهه نظر ديالي هو التراك ديال معليش وبريه، عجبوني بجد وكانت فيهم واحد لا فايب لي سبيسيال. اما بالنسبه للنقطه اللي غادي نعطي لهاد الاي بي اجي هي 8 ونص، ونقدر نعطيها حتى 9/10، ما كاينش المشكل. هذا ما كان عطيونا واحد جيم وخليو ليا في كومونتير التنقيط ديالكم الاي بي والتراكات اللي عجبوكم، ولا عجبكم البلان بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. هذا مكان تشاو ميغوس.